أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد محمد أبو لبن. بداية السلام عليكم. أهلا ومرحبا، كيف حالك؟ تمام. محمد، في البداية طبعا حضرتك صاحب فانيلا وبتعريف في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا اسمي محمد كمال أبو لبن، اشتغلت بكثير، عندي مسيرة مهنية كثير طويلة، كنت اشتغلت بأكثر من فنادق 5 نجوم وخدت منهم خبرات كثير كويسة. وبعديها قبل، أنا مفكر من زمان تقريبا قبل 3 سنين 4 سنين قررنا أنه نفتح مشروع، بس قام المشروع أنه عبارة عن دراسات وعمل نكون أشياء كثير متميزة فيه، فقررنا أنه نفتح فانيلا. نعم بالتوفيق، بس تحكيلي شوي أكثر عن فانيلا، شو هي أهم الخدمات اللي أنتوا أصلا عم بتقدموها عندكم؟ تمام، احنا ايش بميزنا؟ بميز فانيلا مثلا عن باقي المحلات الثانية، احنا اول براند اردني بنسوي جميع السيربات هوم ميد، ان كان فانيلا، هيزلنات، كراميل، كل هذول نسويهم هوم ميد، ما في نستخدم اي مواد صناعية او اشياء، هذول لا، مواد طبيعية 100%. حتى كمان عندنا السموذيز اللي عندنا كمان نستخدم بس جاست فروتس، يعني بنعملهم بروسس معينة فريزر بحيث انه تعطي اعلى فليفر بالنكهة. شو اللي راح يميزكم عن المحلات الثانية غير الصوصات اللي عم تعملوها؟ هسا احنا شو اللي بيميزنا؟ اول شيء اهم شيء هاي عندنا الخدمة قبل اي شيء، الخدمة موجودة عندنا. ثاني شيء انه الفليفرز اللي بتذوقوا هون ما راح تذوقوا بمكان ثاني نهائيا. ما احنا حكيت لك اني اول شيء انه نستخدم كل شيء هوم ميد من اي تو زد، ان التيست تبعنا مختلف عن باقي المحلات كلها، الفليفرز تبعنا إيه، كمان حتى الصوصات من ناحيه كارميل، وايت موكا، دارك موكا، كلهم برضو احنا بنسويهم داخل المحل، يعني هذول لهم سبيشاليتي ريسيبي جاست لهم. ما هي رؤيتكم المستقبليه؟ شو حابين تعملوا لقدام؟ يعني لقدام هو ان شاء الله احنا حاطين خطه خلال فتره كثير قصيره، ان شاء الله راح يكون كمان في افرع وحيكونوا خلال المملكه كلها، باكثر من فرع بيغطي كامل المملكه كلها ان شاء الله. بس اصلا شو هي المشاكل والمعوقات اللي انتم عم بتواجهوها بهذا المجال؟ هسه المشاكل والمعوقات هذول اجمالا انه سعر المواد، سعر التكلفه ترتفع وبتنزل، يعني اغلبها انه غير ثابته. بس اكيد انت في حدا ترك بصمه بحياتك واعطاك الدافع لوصلت لهي المرحله اللي انت فيها حاليا، فانت لمين بتحب توجه رساله شكر عبر البرنامج؟ صحيح اكيد، يعني اول شيء اللي كان مثلا فكره كان معي دائما واللي شجعني هذا الشيء طبعا هو شريكي اسمه سند، وله كل الحب والاحترام ومعزه خاصه له طبعا. وبعد غير هيك ثاني لاهلي، غير هي امي طبعا هي عندي كل شيء في الحياه، وكمان لوالدي، وبرضه لاخوي الكبير وعائلتي اجمالا كامله. وبرضه بشكر للناس اللي برضه وقفت معي بوقت الافتتاح. كيف يمكن للساده المشاهدين التواصل مع فانيلا؟ تحكي لي اكثر وين موقعكم وشو هي اصلا طرق التواصل معكم؟ احنا موقعنا شارع عبد الله غوشه، موجودين احنا فانيلا درينك، موجودين على انستغرام وفيسبوك اكثر شيء. واي حدا عنده استفسار او اي شيء برضه في الرقم موجود بالبايو على الانستغرام، بيقدر يتواصل معي حد. شكرا لك. يور ويلكم. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر محمد أبو لبن على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا، شكرا لك. ثانك يو.